بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، دين الله تعالى أغلى وأشرف وأعز من أن يتخيله إنسان أو أن يعقله عاقل. دين في تمامه وحسنه وخيره وبركته ومده ودفقه لا يمكن أبدا إلا أن يخضع الإنسان لتشريعاته وأحكامه، ولكن كعادة البشر النقص فيهم وارد والعيب فيهم لا يمكن دفعه، فما من أحد إلا تعد حسناته لغمرته في سيئاته. ومن ذا الذي حصل كمالا أو حصل تماما؟ فلا كمال إلا لله وحده. والبشر متفاوتون في النقص والعيب، ولهذا كان من جملة شرع الله عز وجل النصيحة. النصيحة، فالنصيحة بها فلا تتم الشريعة ولا تكمل ولا يعظم الدين ولا يزهر مصباحه ولا يبرق نجمه إلا بالنصيحة. إذا تأملت نصيحة وجدتها داخلة كل شيء، وما من شيء حرم من النصيحة إلا فسد وعطب. فالنصيحة علامة الصحة وعنوان الفلاح وأس الرباح، وفوتها دلالة على الكساد وضلال للعباد وضياع للخير والبلاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وعند البلاغيين أن تعريف ركني الجملة يدل على الاختصاص، فعندما يقول نبينا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فدل ذلك على أهمية النصيحة وعلى أن هذا الدين من أعظم خصوصياته النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها كلمة طائرة، وإنما أكد هذه الجملة بأن كررها ثلاث مرار، أي قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وعندما سمع ذلك الصحابة الكرام لم يسكتوا، وإنما كان حرصهم على الخير أشد من حرص أهل زماننا على الدنيا. أرأيت حرص كل واحد على دنياه، على زوجه وولده وماله وتجارته وصحته وشبابه وعمره؟ فحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما ينفعهم كان أعظم من حرصنا نحن على الحياة. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يا رسول الله؟ هذه النصيحة تبذل لمن؟ فقال: بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لله
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الإشكال عندما تنهدم النصيحة من قلوب المسلمين ويعيش كل واحد في عالمه يحلق في عليائه ويخفخ في جنباته دون أن يراعي حق النصيحة في الأمة، هذه إشكالية عظيمة جدا. ولهذا كان من أعظم مظاهر النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى صور الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الدعوة يقصد من ورائها تكثير الخيرات والقضاء على المفاسد والمنكرات، فإن لم أستطع القضاء عليها بالكلية فلأقللها، ولكن هذا كله ليس وفق المضمون والمتوهم، وإنما هو على أساس المتيقن والمتحقق، وفارق بين المضمون والمتحقق. المضمون هو الظن المرجوح الذي كثيرا ما يفوت، والتي دلت الأدلة على فساده وعدم اعتباره، هذا ظن فاسد. فالظن الفاسد لا ينبغي أن يعول عليه. أقول لك هذا الشارع شارع مظلم وبه أفاع وسباع، من سار فيه نكب في نقره وخرجت عليه السباع والهوام، فربما لدغ وربما عض وربما قتل، وهناك تجارب في ذلك الأمر. محمد السيد فعل ذلك، والحج عبد السميع فعل ذلك، والحج محمود عبد المنعم فعل ذلك، ناس كثر سلكوا هذا الشارع فما خرجوا منه إلا بالندامة. صار ذلك الأمر بالتجربة مكررا وشاهدا صالحا. فلو أن إنسانا قال سأسلك هذا الطريق ولن يمسني ما مس هؤلاء، هذا ظن يخالف الواقع وأدلته ونتائجه، فهذا ظن فاسد، ظن مرجوح، ربما يسلم، ولكن الأمر لا يمكن أن نقول بأنه حكم تام، لأنه على مدار السنين ما من إنسان يلج هذا الطريق إلا عطب وفسد وجرح وقتل. فإذا سلكه هذا الإنسان ويقول سأخرج منه آمنا كان ذلك ظنا فاسدا، كان ذلك ظنا فاسدا. الشريعة لا تقام مصالحها على الظنون الفاسدة مثل هؤلاء، وإنما تقام على المصالح المتيقنة أو التي غلب فيها الظن. الزواج، الزواج فيه مصالح، وهذه المصالح إما مصالح متيقنة أو بغلبة الظن. فالزواج نقيم الأسرة، نربي الأولاد، نعمر الأكوان، نحدث الحضارة، فهذا هو الغالب. ولكن ربما تحدث الأسرة فيكون الطلاق بعد عدة أيام وينتهي الأمر سريع، هذا الأمر ربما يحدث، ولكن الغالب هو ماذا؟ هو إتمام الزواج
لتحقيق المصالح الشرعية وإقامة السنن الكونية. فمصالح الشريعة إن في المحافظة على الدين أو العقل أو النفس أو المال أو العرض، كلها تقوم على المتيقن أو ما هو بغلبة الظن. أما الضعيف المغلوب المظنون المرجوح المتوهم فلا التفات إليه. فنحن عندما نأمر بالمعروف نريد بذلك تتمام المعروف وإكمال المعروف، وعندما ننهى عن المنكر نقصد بذلك إزهاق المنكر أو تقليل المنكر. ما هو المعروف الذي نريد إتمامه؟ وما هو المنكر الذي نريد إزهاقه؟ المعروف هو المعروف في شرع الله عز وجل، هذا هو المعروف. خذ العفو وأمر بالعرف، ليس المقصود بالعرف هنا أي ما تعارف عليه الناس، وإنما المقصود بالعرف هنا أي المعروف من شرع الله عز وجل. والمعروف المشروع المحبوب من شرع الله عز وجل هو الواجب والمستحب. إذا نحن ندعو إلى المعروف ونأمر بالمعروف، إذا نحن ندعو إلى الواجبات وندعو إلى المندوبات، ندعو إلى تتميمها وتكميلها وعدم انتقاصها أو إهمالها. وإياك أن تهمل المندوب، فإن المندوب باب إلى الواجب. فإذا كان لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن الواجبات تتم بالمندوبات. وقد ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كان بها نقص قيل انظروا هل له من تطوع، هل له من تطوع. إذن التطوع يجبر به النقص في الواجب، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يحقر من شأن السنة وأن يقول حسبي فرائض الله عز وجل، ما أمر الله تعالى به ائتمرت، ولكن السنن الأمر فيه سعة. لا، بل إن علماء الأصول قالوا بأن ترك المندوب بالكلية إثم، ترك المندوب بالكلية إثم. لو أن إنسانا جرت عادته على ترك الوتر لكان بذلك آثما، أو جرت عادته على ترك سنن الصلوات لكان بذلك آثما. وهذا بخلاف من يقيمها تارة ويهملها تارة. والمقصود أن العرف الذي أمرنا به يشمل الواجب ويشمل ماذا؟ المستحب. والإنسان لا يرتقي إلا بالاثنين معا، لا يرتقي إلا بالاثنين معا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، الحديث إلى تمامه. إذا لابد للمسلم أن يأمر بالمعروف
أي أن يأمر بالواجبات والمندوبات، فلا يفرق بين واجب ومندوب. وإياك أن تقول نحن نأمر بالمسائل الكلية والأمور العقائدية، أما الأمور العملية فإن الأمر فيه سعة، والنزاع دلالة الرحمة، فكل مسألة وقع فيها النزاع وقع فيها الإنكار، وقع أي سقط منها الإنكار، وبالتالي لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه قاعدة متأخرة ولا نور فيها ولا ضياء عليها، لأنه لابد من تحرير مواطن النزاع، فليس كل مسألة وقع فيها النزاع لا يجوز فيها الإنكار. فكثير من المسائل تنازع فيها أهل العلم والإنكار فيها قائم. لماذا؟ لأن مسائل سقوط الإنكار لا تكون إلا عند اختلاف التنوع، اختلاف التنوع فقط هذا يسقط فيه الإنكار، واختلاف التنوع ليس له إلا صورتان فقط. الصورة الأولى أن تتعدد الأدلة الصحيحة في الوجه الواحد. الوجه الثاني أن يتعدد الفهم الصحيح للدليل الواحد. إذن هاتان صورتان وما سواهما لا بد من تحرير المسألة لمعرفة الحق من الباطل. ومثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أدعية الاستفتاح ألفاظ عديدة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وثبت عنه أيضا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث. فمن افتتح صلاته بهذا الحديث صح، ومن افتتح صلاته بهذا الحديث صح، فقد تنوع الحديث الصحيح في الوجه الواحد أو في الموضع الواحد. هنا لا يجوز الإنكار، لا يجوز الإنكار. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفي ورزغ وساعد يده اليسرى يجعله على صدره. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بيمينه على يسرى. إذن ثبت الوضع وثبت القبض، فلا نقول بأن هذا نزاع أبدا. فإذا صحت الأدلة المتنوعة في القضية الواحدة سقط الإنكار. وضعت يدي أو قبضت يدي كلاهما صواب، الله أكبر، وجهت وجهي، أو الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كله صواب، لا إنكار في هذه المسائل. أو أن يكون الحديث صحيحا وتنوع فهمه الصحيح، فمنهم من يأخذ بمنطوقه ومنهم من يأخذ بمفهومه، وكلاهما صواب. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب وبعد أن دخل بيته أراد أن يخلع لأمة الحرب، فقال له جبريل: لا تخلعها، ولكن انطلق إلى بني قريظة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وكان الوقت متأخرا قرب الغروب، قرب الغروب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، يقصد بذلك المشركين واليهود، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالمسلمون لم يصلوا العصر في أول الوقت، بل كادت الشمس أن تغرب، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليقول للصحابة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. المسافة ما بين الخندق وبني قريظة يمكن أن تأخذ نصف ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة، 2 كيلو تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. الصحابة منهم من فهم اللفظ على ظاهره فأخذ بدلالة المنطوق، فلم يصلوا العصر إلا في بني قريظة، صلوا العصر بعد ميل الشمس في وقت الغروب. ومنهم من صلى العصر في الطريق وعمل بالمفهوم، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحثنا على السير وألا نبطأ المسير، ولكن لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن نفوت وقت العصر. هناك من استدل بالمنطوق فعمل، وهناك من استدل بالمفهوم فعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. إذن هذا وجه صحيح أن يكون الخبر واحدا وتتنوع الأفهام لهذا الخبر. وتنوع الأفهام فيه قيد مهم جدا ألا يخالف أصول الشريعة، ده مسألة مهمة جدا، ألا يخالف أصول الشريعة. لماذا؟ لأن أهل السنة فهموا من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء الكمال، وفهمت المعتزلة من قوله ليس كمثله شيء نفي الصفات عن الله عز وجل. إذن تنوع الفهم، تنوع الفهم. إذن الدليل واحد وتنوع الفهم، اختلف الفهم. فاختلاف الفهم هنا لنقول كله صواب. لماذا؟ لأن فيه مخالفة شرعية وهي نفي الصفات عن الله عز وجل. وقد ثبت أن رجلا من الأنصار كان يصلي في كل ركعة بقل هو الله أحد، فلما رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما تفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب هذه السورة صفة الرحمن. فهذا دليل على إثبات الصفات لله عز وجل. إذا نفي الصفات مخالف لأصول الشريعة، فدل ذلك على أن الاختلاف هنا غير مقبول. إذا المسألة هنا حق وباطل. إذا عندما ندعو الناس إلى المعروف نحن ندعوهم إلى الواجب والمستحب. نقول يا أمة الإسلام لابد أن تنشغلي بما ينفعك من إقامة الفروض والواجبات، ومن عدم الاستهانة بالسنن والمندوبات. فإذا فعلنا ذلك أمرنا بالمعروف. وما هو المنكر؟ المنكر
ضد المعروف المنكر ما ليس معروفا في شرع الله عز وجل، فاندرج تحت المنكر الشرك وهو أعظم المنكرات، واندرج تحت المنكر البدعة لأنها ليست موجودة في الشرع أصلا، واندرج تحت المنكر المعصية لأن المعصية بخلاف طاعة الله عز وجل، فصار المنكر مشتملا على ثلاثة أشياء: الشرك وما في معناه، والبدعة ومراتبها، والمعصية ومنازلها. هذا هو المنكر. ولذلك قال ربنا عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي. سبحان الله، فالفحشاء من جملة المنكر، والفحشاء هي المعصية العظيمة، فلماذا جعل البغي بعد المنكر؟ لأن كثيرا من المنكرات يترتب عليها البغي وتكون سببا في البغي. ولذلك لو أقام الناس المعروف ما وقعوا في البغي، لو أقام الناس المعروف ما وقعوا في البغي، لو انشغل الناس بالمعروف كما قال فضيلة الشيخ الذي شرفني بكلمته قبل، لو انشغل الناس بالمعروف ما وقعوا في البغي. ويدل أيضا على ذلك الأصل ما أخرجه أبو داود وإسناده حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول من تقص به بنو إسرائيل، أول انتقاص في أمة بني إسرائيل كان ماذا؟ كان علماؤهم يأمرونهم وينهونهم عن المنكر، فيمر عالم على الرجل يأتي المعصية فيقول: هذا لا يحل لك فاتق الله. انظر، يبقى العالم يمر على الرجل بيفعل المعصية يقول له: هذا لا يحل لك فاتق الله، فلا ينتهي، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه. سبحان الله، يبقى أجد المنكر وقل له: يا عبد الله اتق الله، هذا منكر وهذه معصية وليس هذا في شرع الله، فانتهي. طيب أنا لم أنتهي، الواجب أن أنزال عنه؟ لا، أن أكون أكيله وشربه. فغضب الله عليهم، انظروا، فغضب الله عليهم وضرب قلوبهم بقلوب بعض، وضرب قلوبهم بقلوب بعض، وذلك هو البغي. إذن أيها الأحباب، غضب الله تعالى عليهم وضرب قلوبهم بقلوب بعض وجعلهم متلبسين في العدوان والبغي، وهذا لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أيضا صح الخبر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لينزلن عليكم عذاب من الله ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلابد للمنكر أن يزال، فإذا لم نستطع أن نزيله فلنقلله، فلنقلله
وهذا كله وفق مصالح الشريعة دون مضمونات أو متوهمات كما يقع فيها بعض المعاصرين من الذين سلكوا سبيل جحر الضباب وظنوا أن ظلمة الجحور ستغنيهم عن ضوء الصباح، فمال بهم الأمر وانكسرت بهم السفينة وتقلبوا في الغواية، وكان ما هو مشاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحباب الكرام، إنه لا بد في هذا الواجب أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وأن يكون النهي عن المنكر من غير منكر. هذه مسألة مهمة جدا. إياك وفظاظة القول، إياك وفظاظة القول، وإياك وجفاء الطباع، وإياك وسوء الأخلاق، فإنها تجعل بين قلوب الخلق ودعوتك حجابا عظيما وحاجزا منيعا. ولكن ليكن كلامك طوعا وخلقك أدبا، تحب للناس الهداية ولا تريد لهم الغواية. فالأمر بالمعروف بالمنكر يؤدي إلى تبغيض الناس في شرع الله عز وجل، والنهي عن المنكر بالمنكر يؤدي إلى تنفير الناس من شرع الله عز وجل. وهذا كله أيضا مربوط ومرتهن بأحوال الخلائق وما يصلحهم. فتارة تكون الشدة في الخطاب هي اللائقة، وتارة يكون الرفق في الخطاب هو اللائق. ولذلك وجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا أن يكون عالما بالشريعة فحسب، ولكن أن يكون طبيبا للنفوس وأدوائها، وأن يكون مفتاحا للقلوب ومغاليقها، فيستطيع أن يعرف حال من أمامه وما الذي يصلحه وما الذي يؤثر فيه وينفعه. ولقد فعل ذلك جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد تارة ورفق أطوارا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد خاتما من ذهب في يد أحد الصحابة، فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة ورماه في الأرض وقال: علامة يأخذ أحدكم جمرة من النار فيجعلها في إصبعه. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال الرجل: والله لا آخذ شيئا. رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الشدة، ينزعه من يده نزعا شديدا ويغضب غضبا شديدا. علامة يجعل أحدكم جورة من نار تلتغب تشتعل في أصبعه يتألم بها. هذا كله تنفير لما فعله ذلك الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى معاذ بن جبل صلاة العشاء بالناس بسورة البقرة، الناس في المجتمع المدني يعملون، من يعمل بالتجارة بالزراعة بالصناعة،
فإذا نزلت العتمة العشاء صلوا صلاة خفيفة كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينصرفون إلى بيوتهم. ما الذي حدث؟ معاذ بن جبل صلى العشاء الآخرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، خفف النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، ورجع معاذ بن جبل ليؤم الناس في مسجد الحي. بأي شيء صلى بهم؟ صلى بهم بسورة البقرة. سورة البقرة، سورة البقرة صلى به. سورة البقرة 19 ربع ونص، وطبعا يقرأ مترتلا متأنيا، ويجعل ركاعه قريبا من قيامه. يعني الصلاة دي على أقل واجب تاخد كام؟ 3 ساعات. أقل واجب 3 ساعات. أحد الناس مجهد تعبان، لما طالت الصلاة تقهقر فصلى منفردا ثم انصرف. فلما أنهى الناس صلاتهم تفقدوا الرجل فلم يجدوه، فاتهموه بالنفاق. ده الرجل ما صلاش مع الجماعة. احنا بنشوف احيانا الصلاة بتقام والجماعة مقامة، يجي واحد من المسجد من بره يقوم نائر 4 ركعات وجري طيران، لا مسافر ولا خلاف، ولكن الناس واقفين بالعربية عشان رايحين المحل. فقلت طب تعال بس ايه انقر الصلاة واطلع لكم. لسه يستنى الرجل الامام يصلي بالتين والزيتون وقل والله احد، لا ما ينفعش. ينقض صلاته سريعا ثم ينصرف. فلما علم الرجل ذلك انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، قال يا رسول حصل كذا وكذا كذا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن منكم لمنفرين. طبعا الناس كل أهل مصر حافظين الحتة دي، الحتة دي يعني لو صلينا بالناس بصورة الأعلى في الركعة الأولى والثانية مثلا بالزلزلة، تتلاقي الناس كلها يا عم الشيخ طولت الصلاة، من أم منكم فليخفف، فإن وراكم المريض والضعيف وذا الحاجة. الناس تحفظ هذا الجزء، ولكن هل تعرف الناس مورد الحديث؟ مورد الحديث أي سبب هذا الحديث؟ لا تعرف الناس. والمقصود غضب النبي عليه الصلاة والسلام من مين؟ من معاذ بن جبل. غضب غضبا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج على الصحابة وهم يتجادلون في ليلة القدر غضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبرهم بها. ولما خرج وهم يتجادلون في القدر غضب النبي عليه الصلاة والسلام كأنما تفقع في وجهه حب الرمان. سبحان الله. إذن هناك بعض الأوقات تكون النصيحة أو يكون الإنكار فيها شديدا، وذلك إذا كان المنكر عليه يحتمل هذه الشدة، يحتمل هذه الشدة، أو كان ذلك في مقام تعليم غيره، في مقام تعليم غيره. وربما يكون الإنكار لطيفا، زي إخواننا معاوية بن الحكم السلمي أسلم قديما، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق بأهله، فإذا سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وافاه بالمدينة. الصلاة أول ما فرضت كان الكلام فيها مأذونا، الكلام فيها مأذونا، يعني باب التقريب لو أنا بصلي
ممكن واحد يكلمني هتفوت عليا مثلا عند البيت اقول له حاضر. كان ذا قلب الصلاة، كان الكلام في الصلاة مأذونا. معاوية بن الحكم السلمي أسلم في هذا التوقيت وذهب إلى قومه، فلما رجع إلى المدينة في دماغه إن الصلاة يجوز فيها ماذا؟ الكلام. دخل المسجد، دخل المسجد وبعدين عطس رجل فقال قل الحمد لله، يعني يعلمه التشميت. فرمقه الناس بأبصاره، الناس رمقوه، يعني عندنا بالبلد يعني ايه زغروله بعينيه. رمقه الناس بأبصاره من تحت تحت كده بشدة كده. فقال ايضا تكلم وثكل امي، ده كله في الكلام، لما تنظرون الي هكذا؟ ده كله فين؟ ده كله في الصلاة. وثكل امي لما تنظرون الي هكذا؟ فطفق الناس يضربون على افخاذهم كانهم يسكتون. فلما انهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته دعا دعا يقول والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط عليه الصلاة والسلام، والله ما كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التحميد والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الله، سبحان الله. الرجل الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة ويأتي رجل أعرابي ليبول في جانب المسجد، سبحان الملك، كأن المدينة ليس فيها طرقات وليس فيها شوارع وليس فيها رمال ولا صحراء، الدنيا كلها أمامه، لم يجد مكانا إلا ماذا؟ إلا المسجد ليبول فيه. عجيب. ولذلك هم الصحابة به، وفي لفظ قام الصحابة إليه فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، ما تخلوهوش يضطرب يتوتر، شوف الأدب، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. فلما أنهى الرجل بولته دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء زي جردل كده فأهرقه عليه. سبحان الله، تارة يكون الإنكار عمليا رقيقا رفيقا، وتارة يكون الإنكار قولا رفيقا رحيما، وتارة يكون الإنكار شديدا عنيفا. إذن المسائل متعلقة بماذا؟ بالأحوال. ولابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقدر أحوال المخاطبين وأن يراعيهم حتى لا يكون فتنة لهم، حتى لا يكون فتنة لهم. إذن هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الشعيرة، الشعيرة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص خصائص أمة الإسلام. قال ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن هنا لبيان الجنس والتقدير ولتكونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهذه الفريضة لا ينبغي
أن يسقطها المسلمون في مجتمعاتهم، بل ينبغي أن يقوموا بها وأن يعتنوا بها وبحالها وشأنها، وليعلموا أن سلامة بلادهم وأن استقرار أحوالهم أن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم، لأنهم إن خالفوا شرع الله مقتهم الله، ولو مقتهم الله عاقبهم الله. فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كان ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الأحباب، أحرى بنا وأجدر بنا أن نجتهد في تعليم الناس دينهم، وأن نأخذهم برفق إلى ربهم، وأن نفسح لهم الطريق إلى الجنة، وألا نضيق عليهم طريق الفلاح، وأن نربطهم بدينهم لينالوا الخير والسعادة والرباح، حتى نكون مبشرين ميسرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس وأمرهما عليه الصلاة والسلام: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعل بلادنا أمنا رخاء سخاء وجميع بلاد المسلمين، وأن يصرف عنا الفتن والمحن والإحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.